بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سنشرع ابتداء من اليوم إن شاء الله في تقديم تمارين في مادة التكنولوجيا لتلاميذ السنة الثالثة تقني رياضي هندسة كهربائية، والبداية تكون بهذا التمرين الخاص بالمنطق التعاقبي وبالذاكرة أحاديث الاستقرار. فهذه الدارة تمثل إحدى دارتي التحكم لمحرك لا متزامن ثلاثي الأطوار بقفص اتجاه واحد للدوران، والتي يمكن إعطاؤها شكل آخر بوضع المصباح في دارة ثانية، وهذا إذا كان توتر استعمال الدارتين مختلف. والمطلوب في هذا التمرين هو إيجاد معادلة هذه الترسيمة الكهربائية، وذلك باستنتاج المعادلة مباشرة من الترسيمة أو باستعمال جدول الحقيقة. وانطلاقا من المعادلة ننشئ المخط المنطقي الموافق لهذه الترسيمة الكهربائية، ثم نستنتج اسم التركيبة، وأخيرا تقليد هذه الترسيمة باستعمال البرمجية المتوفرة وإنجاز التركيبة في حال توفر الإمكانيات. يمكن إيجاد المعادلة مباشرة من الترسيمة ودون المرور بجدولي الحقيقة وكارنو، حيث أن المخرج X يساوي X1، أو لأن X1 بالتفرع مع هذا الفرع، X0 بار و X لأن X0 بار بالتسلسل مع X. وانطلاقا من هذه المعادلة يمكن إنشاء المخط المنطقي الموافق، فX0 متمم يساوي X0 بار و X، فهذا الفرع المتكون من عنصرين بالتسلسل في الدارة الكهربائية يعوض ببوابة منطقية و في المخط المنطقي، لنجد في مخرج البوابة X0 بار و X مع هذا الجزء من المعادلة بالتفرع مع هذا العنصر، والذي يجسد منطقيا بمتعامل منطقي، أو لنحصل في المخرج على X0 بار و X أو X1. فهذه الدارة تمثل ذاكرة أحادية الاستقرار بأسبقية التشغيل، لأنه عند التأثير على الضاغطتين X1 وX0 في آن واحد، فإن X1 ستغلق وX0 ستفتح فيشتغل المخرج X. أما بالنسبة لهذه الدارة فإعطاء القيمة الثنائية 1 لكل من X1 وX0 لنحصل في مخرج العكس على القيمة 0 مع 0 وأي قيمة ثنائية أخرى يساوي 0، وأخيرا 0 أو 1 يساوي 1. فهذه الدارة المنطقية تمثل ذاكرة أحادية الاستقرار بأولوية الوضع في الواحد. في البداية التأثير على الضاغطة A يؤدي إلى اشتعال المصباح، وتحريرها يعيد التركيبة إلى حالة الراحة، وهذا في الدارة المنطقية كما في الدارة الكهربائية. فهاتان الدارتان دارتان توافقيتان، لأن حالة المخرج في كلتا الحالتين تتوقف على حالة المدخل. نضيف تماس حفظ التغذية والذي يمثل الذاكرة في المخط الكهربائي، ونضيف حلقة رد الفعل والتي تمثل الذاكرة في المخط المنطقي. نؤثر على الضاغطة MA فيشتعل المصباح ويبقى مشتعلا حتى بعد تحريرها، وهذا بفضل تماس حفظ التغذية. نضغط على الضاغطة MA في الدارة المنطقية فنحصل على نفس النتيجة، وهذا بفضل حلقة رد الفعل. تأثير على AR ينطفئ المصباح، ونفس النتيجة نحصل عليها في هذه الدارة. فحالة المخرج في كلتا الحالتين تتوقف على حالة متغيرتي الدخول الأساسيتين ومتغيرة الدخول الثانوية والمتمثلة في الذاكرة. التأثير المتزامن على AR وMA، وهذا ما لا يمكن تحقيقه بهذه البرمجية، فنكتفي بالتأثير على MA فقط فيشتعل المصباح. حتى وإن تم فتح هذه الضاغطة فإن المصباح سيبقى مغض عبر هذه الدارة. يشتعل المصباح وينطفئ هذا المصباح عند تحرير هذه الضاغطة. فكل دارة من هاتين الدارتين تمثل ذاكرة أحادية الاستقرار بأولوية التشغيل.
في المرحلة الأولى التأثير على الضاغطة MA يؤدي إلى اشتعال المصباح، تحرير هذه الضاغطة ينطفئ المصباح، فهذه الدارة على هذا الشكل تمثل دارة توافقية لأن حالة المصباح تتوقف على حالة الضاغطة. نضيف تماس حفظ التغذية. التأثير على MA يؤدي إلى اشتعال المصباح، تحرير الضاغطة يبقى المصباح مشتعلا. التأثير على AR يؤدي إلى انطفاء المصباح، فهذه الدارة أصبحت دارة تعاقبية بعد إضافة تماس حفظ التغذية، فحالة المخرج والمتمثلة في المصباح أصبحت تتوقف على حالة متغيرتي الدخول الأساسيتين والمتمثلة في هاتين الضاغطتين، وعلى متغيرة الدخول الثانوية والمتمثلة في تماس المرحل. التأثير على MA وAR في نفس الوقت يؤدي إلى اشتعال المصباح، وهذا يعني أن الأولوية للتشغيل.